السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو نتحدث حول شركات الاوتسورس او شركات التعهيد الخارجي من حيث العمل بها في المزايا والعيوب. الحقيقة كتير جدا بيستفسر انه قبلت في احدى البنوك، قبلت في احدى الشركات، ولكن اكتشفت ان العقد بتاعي هو عقد اوتسورس او عقد خارجي، ماذا افعل، ماذا اتصرف في هذا الامر؟ ولذلك حبيت ان انا اعمل هذا الفيديو عشان يوضح لحضراتكم كيف وماذا تفعل في هذه الامور. في البداية حابين نوضح ان مجال الاوتسورس او مجال التعهيد من الخارج هو واحد من الاراء والنظريات اللي تم حدوثها وانتشارها من بداية الالفينات، والحقيقة ان ده تسبب في الكثير جدا من القيل والقال والنظريات الداعمة والنظريات التي لا تدعم هذا الامر. البعض بيقول انها بتوفر للشركة المصاريف، والمعارضين بيقول لك انك بتزيل الولاء للمنظمات والانتماء، والموظف بيجد انه بيحصل على مرتب منخفض في بما ان شركة التعهيد اللي في النص بتحصل وبتستقطع على نسبة كبيرة من الاجر. اذا هناك العديد من الاراء المتضاربة في هذا الامر، ولكن اللي يهمني هنا هو انت في حالة انك مضيت العقد ووجدت انك عهد او تسورس، ماذا تفعل؟ واحدة من اهم النقاط التي يجب ان يتم اخذها في الحسبان انك عند التقدم للوزيفة من المهم جدا انك تراعي انك تقرأ العقود او تقرأ عنوان الوظيفة جيدا. كتير جدا من المؤسسات المحترمة بتكتب اثناء عرض الوظيفة تكتب او تسورس او بالانجليزي تعهيد خارجي او قيام بالعمل بشركة عقد خارجي، كتير جدا بيكتب ده ما بين قوسين وبشكل واضح جدا او في متن الاعلان. لكن في حالة انك لم تجد هذا الامر، مهم جدا لو انت مهتم بهذا الامر من البداية انك تسأل من البداية حضراتكم هو العقد ده انسورس والاوتسورس. عشان نفرق ما بين الانسورس والاوتسورس، الانسورس يعني داخلي، يعني عقد داخلي، يعني انا لو بنك والنقل بنك سي اي بي هجيبك وهمضيق العقد بتاعي، وهيكون العقد مكتوب فيه لوجو سي اي بي وحضرتك، وبنمضي العقد وانت بتبقى من الاستاف الداخلي بتاعي. لكن لو عقد اوتسورس، فانا بالنسبة لك هتجد ان هناك شركة متعاقدة معايا كبنك، انا متعاقدت معايا كبنك سي اي بي علشان توظفك، وفي نفس الوقت ادفع لها الفلوس وهي بتحولها لي. اذا هتجد ان شركة الوساطة او شركة الاوتسورس هي دخلت ما بينكم في النص. ولذلك هتلاحظ هنا ان واحدة من اهم هذه الامور انك في حالة ان الاعلان لم يكن يتضمن هذا الامر، انك تسأل بشكل جيد جدا هو حضرتك انا التعاقد ده او الاعلان ده اوتسورس ولا انسورس، وشرحنا الفارق ما بينهم دلوقتي. ثانيا، واحدة من اهم هذه الامور هو ان يكون لديك القدر الكافي من التفهم لعمل شركات الاوتسورس. الحقيقة ان شركات الاوتسورس في بداية وجودها كان التفكير فيها انه انا ليه اعين كول سنتر، مع احترام طبعا للجميع، انا ليه اعين عاملين نظافة، انا ليه اعين مشرفين امن، انا ليه اعين اي افراد بيؤدوا اعمال خدمية باعداد كبيرة، ليه اعينهم على الاستاف الداخلي بتاعي، انا عندي هيكل اجور معين. كان في احدى البنوك اعرف الكثير من البنوك كانوا بتعين طباخين وفراشين الى اخره من الاستاف او العناصر الداخلية ليها. لكن التفكير الحديث قال لك لا، انا كشركة، انا كبنك، انا هتعاقد مع مثلا شركة مختصة بالنظافة، واقول انا عاوز مثلا 20 عنصر وهم هيبعتهم لي وانا بدفع اوتوماتيك لهذه الشركة. هتلاحظ هنا انه العنصر ده كان بيكلفني ولنقل 3000 او 4000 او 5000 جنيه كعقد، عقد اجور مرتبات داخلي عندي، ولكن في الشركة الاوتسورس هذا العامل هيحصل من الشركة بتاعته في الغالب على 2000 جنيه، والشركة بتحصل على ال 3000 الباقية او ال 2000 ونص. طبعا التفكير ده كتير جدا بيعترض ان شركة الاوتسورس بتمص دم الموظفين بتوعها الى اخره من افكار هذا الفيديو لا يتناول هذا الامر. ولكن اللي يهمني منك كموظف او كشخص انك تعرف ان هذه الشركات فرضت وجودها على السوق، ولذلك من المهم جدا انك تعرف انك في حال قررت انك تدخل هذا المجال يجب انك تعرف انه كبداية كويس جدا. الحقيقة كتير جدا من البنوك بتعلن على كاستمر سيرفيس او خدمة عملاء وبتقول لك ما بين قوسين اوتسورس او شركة خارجية، ارجوك لا تتأثر كثيرا بهذا الامر. كتير جدا بيكون الخدمات انك تدخل تتعلم الشغل، ليه ما ابداش حياتي ولنقل في بنك زي كريدي اجريكول او بنك السي اي بي، اشتغل خدمه عملاء فيه، صحيح هشتغل اوت سورس او شركه خارجيه، ولكن هتعلم البنكينج ازاي، هتطلع ازاي بيشوفوا حسابات البنك، وازاي احسب الارباح والفوائد والشهادات، ازاي ما اخدش خبره زي دي حتى لو اوت سورس. ولذلك في بدايه حياتك حتى لو تم تقديم هذا العقد لك، حتى لو كان العقد اكيد المرتب هيتناقص منه مرتب كبير جدا نظرا ان شركه الاوت سورس زي ما احنا قلنا بتاخد من السالري او المرتب بتاعك، راعي جيدا جدا ان يكون لديك هذا الاهتمام نظرا لانه فكره وجود شركات الاوتسورس فرضت نفسها في السوق، ويجب ان تكون لديك هذه المقدره على الالتحاق بها علشان تطور من نفسك وتجد فرص عمل افضل باذن الله تعالى. لكن واحده من النقاط المثيره جدا للمشاكل هو انه كتير جدا وما وجدناها في السوق ان شركات الاوتسورس، لو انا كبنك ولنرجع لمثال السي اي بي، شغلت كاستمر سيرفيس او خدمه عملاء داي، مره ثانيه ده مثال ليس حقيقي فقط للتوضيح، لو انا كشركه اي بي او بنك السي اي بي عينت موظف عندي خدمه عملاء
العملاء. اذا بهذه الشركه مهما بياخد او مهما بيعلى لن يدخل البنك. الحقيقه كتير جدا بجد هذه النزاعات، يقول لك طب انا بعد 5 سنين يحق لي ان انا ادخل البنك، طب انا بعد 2 سنين، طب لما اثبت نفسي. الحقيقه وعلى ارض الواقع للاسف لا يوجد الكثير جدا من ما يحدث من هذا الامر، نظرا لان اجراءات التحويل من الاوت سورس للان سورس بتاخد وقت كبير جدا، وفي الغالب بتثير معضله كبيره جدا انه البنك بيخاف او الشركه او المؤسسه اخافا ان الموظف ده يباقي الموظفين، يقول لك طب ما انت نقلت ده من اوت سورس للان سورس، طب ما تنقلونا احنا كمان، فيعملوا اعتراضات او يحدث نوع من انواع المشاكل. ولذلك كتير جدا من الشركات والبنوك بتفضل علاقه الموظف بيها اوت سورس، ولا يفضلوا ابدا ان يدخل ان سورس. طيب اعمل ايه؟ انا دلوقتي دخلت في احدى البنوك اوت سورس او بعقد خارجي، انا كده مستقبلي اتدمر، انا كان حلمي ان انا ادخل البنك ده. ارجوك لا تيأس، اسكان البنك ده لن يستطيع ان هو يستقبلك، ولكن انت شاطر ومجتهد، من المهم جدا انك بخبرتك في المجال البنكي الاوت سورس انك تقدم على بنوك اخرى، وان شاء الله هتجد اكيد اكيد فرصتك في هذا الامر. وده نظرا لان البنوك الاخرى تحترم جدا انك اوت سورس وحابب تدخل ان سورس، وايضا انك لديك الخبره في المجال المصرفي والبنوك نظرا لانك اشتغلت في هذا الامر. لكن من النقاط المهمه جدا وبتثير العديد من المشاكل، انك في حاله انك اشتغلت اوت سورس من المهم جدا وانت بتكتب السيره الذاتيه بتاعتك انك تحط ما بين قوسين اوت سورس. لو انت اشتغلت في بنك السي اي بي شركه خارجيه، تكتب بنك السي اي بي من كذا لكذا وتكتب ما بين قوسين اوت سورس. اسوأ شيء انك تكتب اشتغلت في بنك السي اي بي ولما تيجي في مرحله الانترفيو تقول لهم لا اصل انا كنت شركه خارجيه، لما يجي يسالك طبعا بيبقى منظرك سيء جدا، واكيد الشخص بيبقى رافض هذا الامر لانه بيبقى حابب شخص ان سورس او اوت سورس بس كاتب ده وموضحه. ولذلك وضح ده كويس جدا في السيره الذاتيه بتاعتك، اكتبها ما بين قوسين اشتغلت في بنك السي اي بي تيلر او كاستمر سيرفيس وبين قوسين اوت سورس. مره ثانيه هنلاحظ هنا انه كبدايه لحياتك من المهم جدا انك تعرف ان شركات الاوت سورس فرضت وجودها في السوق وتتوسع بشكل كبير جدا نظرا لانه سوق المنافسه اصبح يحتد، ولكن من المهم جدا انك تعرف انها كمرحله مهمه جدا في حياتك. خد هذه الفرصه ولا تقلق، واجتهد بشكل مستمر جدا على ان تنتقل الى عمل افضل ومكان افضل ان سورس، ولكن راعي جدا ان الانتقال من الاوت سورس للان سورس في نفس المكان في الغالب زي ما احنا شرحنا بيواجه بالعديد من الصعوبات، ولكن في حاله انك لديك الخبره في مجال النقل المصرفي كاوت سورس وبحثت عن عمل ان سورس في اي بنك اخر تجد ان الفرص باذن الله تعالى متاحه وكبيره جدا. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، ولا تنسوا في حاله وجود اي استفسارات شرفنا الرد عليها في التعليقات او على الصفحه الرسميه على الفيسبوك مصطفى عطيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.